الوالد من الاول يسخيلها جريب. تحكي لي كيفاش بدا يظهر عليه المرض. الوالد ساعه الله يرحمه شنو كان يعمل؟ صيغ بالعربي سوسه. اي هو مرض بالجريب. والجريب كامل اعراض كورونا جاتو، معناتها السخانه والتزليفه والريق وشايح وما عادش يعطس ويكح ويكح وكل شيء. والجريب هذيك نتاعو مستانسين بها كل عام تجي وشد الفرش وكل عام هذيك هي، معناتها ما خممناش جمله في الكورونا عادي. مشي للبيبلو لا خذا التريتمون، كو تريتمون برانسيب بعد 3 جور يعطي ريزولتا، هو بابا ما فماش تحسن. معناها ياخذ الانتيبيوتيك كيف ما ناخذ الانتيبيوتيك في العاده وقت نقرا. في العاده هذاك هو المرض نتاعو. كيف بعد 3 أيام 4 أيام ما فماش تحسن والسخانه ديما طالعه هابطه طالعه هابطه وتزليفه وما نجمش في الزول. قلنا له بدل الطبيب بدل الطبيب. الطبيب كيف راه قال اعمل تحليل. عمل تحليل، كيف طلع التحليل يقع عنده انفكسيون. قال له اطلب 190 وخذا دي زونتيبيوتيك زاد مع الطبيب الثاني قاعد يستعمل معناتها فيه. كيف طلب 190 جاو في نهارهم عمل تحليل ابخي دو جوغ طلع بوزيتيف. كيف طلع بوزيتيف قالوا له هو ديجا من نهار جاو 190 قالوا له وقعت في بيتك معناتها كونفيني. هذا وقتاش صار؟ تاريخ مهم. تاريخ نعرفوا اول ما بدا الفيروس ينتشر ولا؟ لوست لو 21 هو مرض بالجريب. 21 شنو؟ مارس. مارس. لو 26 مارس جاو عملوا البريليفمون البابا. لو 28 طلع بوزيتيف. طلع بوزيتيف قعد 3 جور هذوك في الدار تعذب اكثر. الحاله نتاعو ماشيه وتهبط. ولا ما عادش نجم يفز ولا ما عادش نجم يرقد ولا ما عادش نجم يتنفس ولا يتنفس بفمه. في بيت وحده؟ في بيت وحده. في بيت وحده من اللي طلعت النتيجة نتاع التحليل. إي. قعد كثلاثة أيام هذوكم وماشي تتعكر الحالة نتاعو ما عادش تنجم يتنفس وصل. هذا ثالث يوم. قلنا له كلم الطبيبة نتاعك تبعث لك سامي وشوف الأكسجين معناتها ما فماش ولا يتنفس بفمه ويعيط. كلموا سامي وجاو الصباح جاو يشوفوا بلي زاباغي الأكسجين نتاعو يقوم ضعيف ياسر. هزوه ديريكت للرياض. لو 30 مارس قعد 9 جور في الرياء وتوفى لو 7 افريل توفى. الله يرحمه وينعمه. قلت لي ظهروا عليه عوارض الجريب عادي من الاول. لكن نجمتوا تعرفوا وين تعدى منين جاتوا العدوى؟ ما نعرفوش عليه. لا عندنا شكون جاي من الخارج، لا هو كان في الخارج، هو كان في البلاد العربي تاع سوسه. بالك شي جا وشي دي كليون ولا حكم خدمته اللي هو كان كونتاكت برشا مع ناس كليونات يدخلوا يخرجوا ربما نجم يكون هذا ولا في اي مكان اي مكان اخر. كيفاش كان يتنقل الوالد؟ ياخذ نقل عمومي؟ لا عنده كرهبته. كان في كرهبته. دونك تتصور تنجم تكون في الخدمه ولا في سوق ولا في اي في اي بقعه اخرى؟ اي بقعه معناها فارماسي. اذا كان ما حصرتوش كيفاش تنقلت له العدوى؟ هو وهو مريض وبداوا عليه الاعراض، قداش من عبد اتصل به وقداش من عبد كان في اتصال مباشر به؟ انتوما في الدار. انتوما في الدار. هو وقت اللي مريض بالقريب قال ما يدخلي حد، ما يجيني حد. من اللي عطست العطسه الاولانيه ولا كح الكحه الاولى ولا من المرض من اللي مشي للطبيب الاولاني قال ما نحب حد يجيني. خاطر انت قلت لي حاجه عادي كان مستانس بها القريب. كان كل عام يمرض بالقريب ويداوي ويتيح في الفرش دوب ما مرض ما قابل حد. قال نقعد معناتها الى ايفيتي باش العباد يجيو. جا البالو اللي هي تنجم تكون كورونا؟ ما نظنش ولا مستبعد. لا لا خاطر فما شكون من العائله قال له اطلب 190. قال علاش يسبق لي في الكورونا؟ شنو 190؟ ما تفجع ما قبلهاش. دونك تغشش وقتها. الا ما كلم بدل طبيب وقال له الطبيب قال له اطلب 190 طلب 190 طلع بوزيتيف. اما الحمد لله هو انا با كونتاكتي مع عباد برشا، جوست احنا في الدار وعمي. عملنا البريليفمون احنا هو لو 28 طلع بوزيتيف، احنا عملنا لو 29. طلع عمي وخويا وامه هما بوزيتيف واني نيجاتيف. دونك عمك وامه وخويا بوزيتيف وامك وخويا واني نيجاتيف. اي انا ما تقبلتش الريزلت نيجاتيف. قلت كيفاش نهار تلمي الناس كل مرضوا الا انا واني اون كونتاكت ديريكت مع بابي كح في وجهي معناتها قاعده معاه ونمس فيه كل شيء، كيفاش نطلع نيجاتيف؟ ما تقبلتش. قلت لهم باهي هم باش نقعد في الدار اما باش نخرج.
ما نخرجش من الدار. قعد هما قسمنا الدار، هما خذوا بارتي واني بارتي، قعدت معاهم كل 14 يوم. فكل 14 يوم هذوكم بابا توفى. هو بطبيعته حجر شامل وقتها، الناس كل في الديار. ايه هما وقتها مرضى. سكرت على روحك زاده في بيت وحدك يعني. ايه سكرت على روحي وقعدت هما وحدهم واني وحدهم، وانا نمد لهم ماكله من بعيد نحط لهم، وقعد مع بعضنا في الدار. لو سيت بابا توفى، اما وخويا بيان سور ما طلعوش. أنا طلعت بحكم نيجاتيف، قالت لي أطلع مشي وشي تصير شوشرة قدام الدار ولا عباد تدخل ولا حاجة. حليت البيبان وقلت لهم يقربني حد ديجا، خاطر مش متأكدة 100%. شكون اللي جاي قدام الدار؟ جاو جيراننا، جاو فامي بروش، معناتها تفاجئوا. فك الظرف هذاك اللي الفيروس متفشي والناس خايفة من العدوى، أنت تقول الناس جاو وحبوا يدخلوا وحبوا ما حبوش يدخلوا، قلت لهم يدخل حد تفهموا، قعدوا بعد وهم بعدوا جاو البوليسية زادة وقفوا معناتها، وكانوا العباد الكل متفاهمين وبعاد علينا، وشوية مش برشا اللي يجي يقول البركة فيك ويمشي معناتها من بعيد. من بعيدة جيت جاو البوليسيه، قلت لهم كاش مش تصير عمليه الدفن وكل، قال لي راهو مش يجيبوا احنا مسؤولين ومش نجيبوا بوك والبلديه معناتها مش تدفن وكل. قلت لهم مش تعدى على الاقل قدام الدار، قال لي مش نجيبوها من طريق اخر، سكروا الطرق وكل. جاو الجاي، جاو الامن، جاو برشا امن معناتها، سكروا الثنيه وكل. وحتى اني قلت لهم على الاقل نشوفوا معناتها، نشوف حتى الكاميون اللي تعدى فيه. قعدت وحده البوليسيه بعاد بعيده ياسر معناتها، فما عباد يقول لك دخلنا للجبان، ما دخلناش للجبان، قعدت جمعه مسكره بعد ما تفن بابا معناتها. هولوها ياسر الحكايه، تحس شكون اللي هولها؟ انت الصحة. تحكي على 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 شكون اللي جاي القلق منه؟ اللي جاوا دفنوا بابا. اي قالوا لنا ما تقربوناش وما تقربوش الجبانه. اي جمعه كامله معناتها قعدنا كيكا معناتها، وخفنا وقلك في الهواء ولا شنو مش فاهمين.